بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واسعد الله اوقاتكم بكل خير. اجمل تحيه نحييكم بها من هنا من ميدان المرموم لسباقات الهجنه العربيه الاصيله، هذا الميدان الذكي، في هذه المنافسات وهذه التحديات الصباحيه التي تسير من خلالها انطلاقات خامس ايام هذا المهرجان، ومن هجن اصحاب السمو والشيوخ في هذا الملتقى الاول الخليجي لهذه الهجنه الاصايل. في هذا اليوم نلتقي بحضراتكم مع سن اللقايه في سن المفاجات. بسم الله وعلى بركه الله ينطلق مشاهدينا الكرام اول اشواط اللقايه، هذا الملتقى الخليجي لهذه الشعارات العملاقه لشعارات اصحاب السمو والشيوخ، في ملتقى ينتظره الجميع في مدى 16 شوطا خاصه بهذه الفئه العمريه من مسافه الخمسه كيلومترات. فاهلا وسهلا بكل الاحبه الحاضرين، اهلا وسهلا بالمضمرين، اهلا وسهلا بكل المتابعين عبر قنواتنا الرسميه الناقله لهذه السباقات من قلب الحدث، هنا قناه دبي ريسنج، قناه ياس الفضائيه، وكذلك الدوري والكاس والريان وكل من يتابع هذه السباقات. فاهلا وسهلا بكل من يتابعنا دائما، فاهلا بكل الاحبه. نسير بحضراتكم الى انطلاقه اول الاشواط الابكار اللقايه الى معركه التحدي والتنافس بين هذه الشعارات، بين هذه الاسماء، الى المقدمه والمركز الاول تتقدم الشاميه لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد ال مكتوم، ايضا من سعيد بن عبيد الحميري. المركز الثاني الزباره تعود ملكيتها لهجن الشحانيه بقياده جار الله بن محمد بن عقيل المري البرنس، يقدم هذا الاسم. المركز الثالث وصلت الشاهينية تعود ملكيتها لهجن الرئاسة وبقيادة المضمر المحارب حارب بن مغير العميمي، ينتقل للمركز الرابع، وهنا في رابع المراكز تتواجد هذه جدولة لهجن الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فاران المري. أما المركز الخامس فوصلت الشاهينية الأخرى لهجن الرئاسة وبقيادة سالم بن سعيد بن عمان المهيري، بينما كذلك الشاهينية الأخرى لهجن الرئاسة بقيادة المضمر سالم بن سعيد بن عمان، بينما في المركز السابع هذا اللي وصلت الآن في المركز السابع زمة قادمة لهجن الرئاسة وبقيادة المضمر حارب بن مغير العميمي. المركز الثامن الشاهينية لهجن العاصفة، بينما في التضمير غياث الهلالي، انتقل للمركز التاسع، والمركز التاسع مثايل لهجن الشحانية في عملية التضمير والتدريب، ياتي المضمر جابر بن سالم بن فاران المري والشبل، وهنا كذلك الشاهينية لهجن الرئاسة، وياتي المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. ها هي استلال الشاهينية تفرض وجودها في ملتقى هذا الشوط، ولكن نعود إلى المركز الأول، إلى الشامية في أول الأشواط الصباحية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، يضمر الشامية سعيد بن عبيد الحميري، لكن الشعارات قادمة، الأسماء حاضرة، الشاهينية الأخرى وصلت احتلت المركز الثاني لهجن الرئاسة، بينما في التضمير حارب بن مغير العميمي والزبارة تحتل المركز الثالث لهجن الشحانية وبقيادة جار الله بن محمد بن عقيل المري، انتقل إلى كذلك القادمة في هذا اللقاء، هذه جدولة لهجن الشحانية وفي عملية التضمير، هنا يأتي جابر بن سالم
فنفران المري الشاهيني الهجن الرياسة مع المضمر سالم بن سعيد بن عمان المهيري يتقدم إلى المركز الخامس. المركز السادس هنا شعار هجن أم الزبر، هذه الصمود لهجن إنتاج أم الزبر، تتقدم مشاهدين الأعزاء بقيادة المضمر محمد بن بخيت بن برقان. هناك الهجن الشحانية قادمة، هجن الشحانية مع المضمر جار الله بن محمد بن عقيل المري، يقدم اسم آخر يقدم لنا من خلال هذه اللحظات مراسيل مراسيل. هجن العاصفة حاضرة، هجن الشحانية تتقدم مع بن عقيل من جديد لتتقدم شبابة ولا الحصيلة، هذه الأسماء اللي حضرت. لكن جداول الشوط تغيرت مع جدولة لهجن الشحانية، مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، ولكن وصلت وتقدمت مراسيل يا اهل الهوى صوب الهوى هلوني مراسيل، هذه اللي انطلقت. ولكن هجني ام الزبار، هجني انتاج ام الزبار يا بن برقان الصمود هنا محمد بن بخيت بن برقان اللي غير الى مقدمة الشوط، اللي انتصر اللي تقدم. المركز الثالث الشاهينية لهجن العاصفة تتواجد على المركز الثالث. المركز الرابع هجن الشحانية، المركز الخامس هجن الشحانية، المركز السادس هجن الشحانية، المركز السابع هجن الشحانية، الثامن والتاسع لهجن الرياسة. الشحانية حاضرة، الشحانية لابقة، الشحانية منتصرة متقدمة. لكن هجن انتاج ام الزبار على قائمة الشوط، لكن بن فاران تحرك مع هجن الشحانية شوف اللي حضرت، شوف اللي وصلت، مثايل الى المركز الاول، تخايل بالناموسي والانتصار، مثايل لهجن الشحانية، بالاول والثاني. لكن بن زيتون قادم مع الرياسة، هجن الرياسة حاضرة، يا بن زيتون محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. لكن مثايل سيطرة، بينما الشاهينية هجن الرياسة الأول والثاني والثالث، راحت هجن الشحانية، هجن الرياسة، ولعت أحمر خطر، أحمر خطر، مروا عبر بثلاثية زيتونية من خلال هذه الانطلاقات. الله يا الحمر، مروا عبر الحمر، هذه الحمراء، هذه الخطوط الحمراء مع الزيتوني، تقدم بن زيتون، تهانينا لهجن الرياسة هذه المؤسسة العملاقة، تهانينا لجماهير وعشاق هذه المؤسسة بثلاثية حمراء مع بن زيتون، تهانينا لهجن الرياسة هذه المؤسسة الحمراء الخطيرة جدا تهانينا والناموس. المركز الرابع مثايل لهجن الشحانية، المركز الخامس شبابة لهجن الشحانية. هكذا مشاهدينا الأعزاء كانت نتيجة هذا الشوط، حمراء من خلال التنافسي والتحدي في هذا اللقاء. لكن هنا الشاهينية لهجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، قطعت المساواة بسبع دقائق 21 ثانية وجزء من الثانية. أول أشواط التنافس، أول أشواط اللقاء في سن اللقاية لهجن الشحانية، يمتاز بها بن زيتون، سبع دقائق 22 ثانية، ثلاثة أجزاء من الثاني توقيت الشاهينية اللي حلت المركز الثاني والمركز الثالث، كذلك الشاهينية بنفس الشعار ونفس المضمر، سبع دقائق 24 ثانية، جزئين من الثانية، ثلاثية حمراء يقودها محمد بن عتيج بن زيتون المهيري المجازف إلى خطوط التنافس وإلى خطوط التهاني. بسم الله.